هل تعلم الممثل أدهم الملا والد المخرج بسام الملا، والمخرج بسام الملا والد أدهم الملا سليم في باب الحارة، ووالد أيضا شمس بسام الملا صفاء في باب الحارة التي ظهرت في الجزء 9، وهو أخو مخرج باب الحارة في الجزء 5 مؤمن الملا، وأخ الممثل مؤيد الملا التي ظهر في الجزء 3، وقريب الممثل زهير الملا الذي ظهر في الجزء 4 والخامس.